السلام عليكم أعزائي التلاميذ، اليوم غادي نقدم لكم درس بالدارجة اللي هو propagation des ondes lumineuses، وأنا متأكد بأن أي تلميذ أو تلميذة تابع أو تابعت هذا الفيديو حتى النهاية غادي يخرج أو تخرج فاهمة الدرس مزيان، حيث فهم الدرس في الفيزياء ضروري باش يمكن نصوبوا التمارين سواء ديال المراجعة أو ديال الامتحان ناسيونال او ديال الفروض ديال المراقبه المستمره او الفروض المنزليه بكل اريحيه. اذا غادي نعطيكم لو بلون او التفصيل ديال الدرس، يعني شنو غادي نشوف في الدرس. اول حاجه وهي غادي نتعرفوا علاش الضوء يعتبر موجه ولكن ليست ميكانيكيه بل موجه كهرومغناطيسيه، اوكي؟ هذه الحاجه الاولى. ثم بعد ذلك غادي نعطيكم او نقصر عليكم بعض لي بروبريتي ديال الموجات الكهرومغناطيسيه وبالاخص الضوء، اوكي؟ من بعد غادي نوليو لواحد التجربه اللي هي غادي تكون المقدمه ديال هذا الدرس باش نثبتوا بان الضوء هو موجه كهرومغناطيسيه. هذه التجربه نوليو ليها باش نشوفوا كيفاش يمكننا نعبروا، بما ان الضوء هو موجه كيفاش يمكننا نعبروا تجريبيا طول الموجة ديال واحد الضوء. واخر يعني في النهايه ديال الدرس غادي ندرسوا واحد الظاهره اللي كيتعرض ليها الضوء اللي كنسميوها بتشتت الضوء، يعني لا ديسبيرسيون دو لا لوميير. دونك غادي نبداو باش نبداو قبل ما نبدا بهذا الدرس هذا، اذا فانا متاكد بان واحد الغالبيه من التلاميذ في الاولى باك ما قراوش البصريات يعني لوبتيك، ولهذا غادي نذكركم بجوج ديال القوانين ديال ديكارت اللي غادي نحتاجوهم في هذا الدرس، وغادي نهضر عليهم بقصيده شديد، اوكي؟ دونك الظاهره الاولى وهي لا ريفليكسيون، يعني الانعكاس، ريفليكسيون دو لا لوميير، اوكي؟ الوغ دونك فوقاش كيوقع ريفليكسيون ديال الموجه بصفه عامه، وهو عندما يكون وسط الانتشار محدودا، صافي لو ميليو دو بروباغاسيون ايليميتي. مثلا ملي كنكونوا في الشط ديال البحر، اذا فالموجه كتنتشر على سطح البحر، اوكي؟ وملي كتوصل للطرف ديال الماء اذا كتنعكس. علاش؟ لان الوسط ديال الانتشار اللي هو الماء صافي تحد بالشاطئ، اوكي؟ نفس الشيء كيوقع للضوء. فمثلا الى خدينا واحد المراه، اذا غادي ناخذ هذه المراه يعني افقيه، اوكي؟ وعندنا واحد الشعاع ضوئي كيكون وارد على المراه. بعد قبل ما نكمل على هاد قانوني ديال ديكارت، لابد ما نهضر لكم واحد شويه ديال واحد المقدمه بخصوص الضوء. اذا فاول مبدا ديال الضوء يعني principe de propagation rectiligne de la lumière. معناه أن الضوء se propage وفق دي دروا، يعني كينتشر وفق مستقيمات في وسط متجانس وشفاف، اوكي؟ دونز ان ميليو ترونسبارون اي هوموجين، اوكي؟ اذا هاد الخطوط ولا هاد لي دروات، اوكي، كنسميوها ب دي غايون، ان غايون لومينو. دونك الا بغينا نتلو واحد الريون لومينو كنتلو واحد الخط تو سامبلومون، اوكي؟ وكنديرو هنا منحه، صافي دير لو سونس ديال الانتشار ديال هاد لو غايون، اوكي؟ يمكننا اذا نشوفوا مثلا حزام ضوئيه، صافي دير دي فيسو لومينو. اذا كاين واحد لو فيسو كيكون سيلندريك، اوكي؟ وكاين عندنا فيسو، اوكي، كنسميوه كونفيرجون، صافي دير شعاع او فيسو مجمع، اوكي؟ كنرمزو ليه بهذا الشكل هذا. وهذا لو فيسو هو اللي كينبثق مع عدسه مكبره، اوكي، مع مكبره. ثم عندنا واحد الحزمه اللي كتكون ديفيرجونت، يعني متفرقه، ديفيرجونت، اوكي؟ وهذه كتنبعث لنا واحد العدسه اللي كتشتت او
يعني كتديفيرج لا لوميير صافي دير كتفرق الاشعه الضوئيه. دونك هاد الحوايج ضروري خصني نبدا بهم باش عاد ندوز للتجربه. دونك ريفليكسيون، اذا عندنا واحد الشعاع كيوصل للمراه، دونك هادي مراه صافي دير ميغوار، اذا فغادي يتعرض للانعكاس. اوكي، اذا فهاد الظاهره ديال الانعكاس كتخضع القانون ديكارت اللي كيقول بان هذا الشعاع وارد. اوكي، وغادي نرسم لا نورمال او ميغوار. اذا هذا العمودي على المراه، هذا واحد الخط مستقيم. اوكي، رسمناه. فهاد الشعاع اون فوا كيوصل لهاد النقطه اللي كنسميوها بوان دانسيدونس كيتعرض للانعكاس. دونك هذا رايون انسيدون وهذا غايون ريفليشي، بحيث ان الزاويه اللي كيكونها هذا الشعاع الانسيدون مع لا نورمال نسميوها اي، والزاويه اللي كيكونها الشعاع المنعكس مع لا نورمال نسميوها ار. اذن حسب ديكارت فان اي كتساوي ار، وهذه كيمكننا ندرسوها تجريبيا بكل بساطه. دونك هذا القانون الثاني ديال ديكارت بخصوص الانعكاس، بينما القانون الاول شنو كيقولنا؟ كيقولنا بان هذا الشعاع الوارد والشعاع المنعكس و لا نورمال كيكونوا كينتميو في نفس المستوى. بون، دابا نشوفوا القانون الثاني او القانونين الثانيين ديال لا ريفراكسيون. ريفراكسيون، دونك بالنسبه للريفراكسيون كنقولوا بالعربيه كنسميوها الانكسار. اوكي، يعني ان فوقاش كيوقع نظريه الانكسار، وهو ان ملي كيكون الضوء كينتشر من وسط الى وسط اخر، يعني دا ميليو ان اوتر ميليو باغ اكزومبل، كينتشر في الهواء ومن بعد غادي ينتشرنا في الماء او غادي ينتشرنا في الزجاج. اوكي، اذا فحسب ديكارت، اوكي، فدونك الى رسمت هنايا الفاصل، اوكي، يعني لا سيرفاس كي ليميت لي دو ميليو، باغ اكزومبل سيبوزون كنا ايسي لير وهنا عندنا لو او لا لو فير. اوكي، وغادي نرسم عندي هذه هي نقطة الورود لو بوان دانسيدونس، وغادي نرسم لا نورمال، ها هي لا نورمال. اوكي، فإلا واحد الشعاع نزل كان كينتشر في لير وصل لهاد النقطة هذه اللي هي لو بوان دانسيدونس، ها هو هاد الشعاع هذا. إذن هذا كيكون لنا واحد الزاوية نسميوها اي ان مع لا نورمال، شنو كيوقع له؟ ينكسر، صافي دير أنه كينتقل للوسط الثاني اللي هو الماء، ولكن ما كيحافظش على لو برانسيب دو بروباغاسيون، ما كيبقاش كينتشر مستقيميا، بل كيغير الاتجاه ديالو. اوكي، كيغير الاتجاه، يعني ما غاديش يتبع هذا الاتجاه هذا حيت توسط تغير الوسط. اوكي، وبالتالي كينحرف نحو لا نورمال. اذا هذه الزاويه هذه غادي نسميوها اي دو، دونك نكبر هذه الزاويه شويه باش تبان لينا، فوالا اي دو. فالقانون الاول ديال ديكارت الخاص بلا ريفراكسيون كيقول باللي الشعاع الوارد والشعاع المنكسر سوا دير لو غايون ريفراكتي اي لا نورمال سو تروف دون لو ميم بلون، وانا رسمت هذا لو بلون هو لو بلون دو طابلو. والقانون الثاني ديال لا ريفراكسيون وهو ان الى 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 درت لو غابور سوا دير النسبه ديال الزاويه ديال السينوس ديال الزاويه اي ان وقسمتو على سينوس دو اي دو، اذن هاد لو رابور شنو كيعطي ليا؟ كيعطي ليا لو رابور اونتر لا فيتيس دو بروباغاسيون دون لير نسميوها في ان سيغ لا فيتيس دو بروباغاسيون دو لومير دون لو في دو. اوكي، دونك هذا كنسميوه القانون الثاني ديال ديكارت، وغادي نوليو ليه بلاتي. دونك سا فو دير كوا؟ سا فو دير كو في دو مضروبه في سينوس اي واحد كتساوي في ان مضروبه في سينوس اي ان، فوالا. دونك دوزيام لوا دو ديكارت. اذا ذكرتكم بهذا الشيء علاش؟ لان غنحتاجوه في الدرس ديالنا. اوكي، دابا نوليو للدرس.
دونك غادي نبداو بروميي باراغراف اللي كتقول لينا لا لوميير ايتي اون الكترومغنيتيك. اذا باش نثبتوا باللي لا لوميير ايتي اون الكترومغنيتيك خصنا نلقاو بانه كيتعرض للظواهر اللي كتعرض ليها الموجات الميكانيكيه. اوكي، فرغم ان الضوء كيتعرض لظاهره الانعكاس والانكسار اللي كتعرض الموجات الميكانيكيه، ولكن الفيزيائيين اقتنعوا باللي الضوء راه عباره عن موجه. اذا حتى ظهروا تجارب اخرين هما اللي اكدوا الفيزيائيين ديال القرن 19 بان الضوء راه كيتصرف كموجه. اذا هاد التجارب من ضمنهم تجربه لا ديفراكسيون اللي كنا شفناها بالنسبه للموجات الميكانيكيه، وكنذكر بان واحد الموجه اذا فوقاش كتعرض لا ديفراكسيون، وهي انها ملي كتمر عبر واحد الشق اوكي يعني واحد لا فونت او لا واحد لوفيرتور اللي طول او العرض ديال هاد لوفيرتور كيقارب طول الموجه او كيكون صغير عليه. هنا الموجه كتعرض لظاهره الحيود، بمعنى ان الموجه كتغير سا ستركتور، يعني اذا كانت مستقيميه اذا كتولي لنا دائريه اوكي، وماشي دائما، لان اذا كانت اذا كانت دائريه كتبقى لنا دائريه بعد ما تعرض لظاهره الديفراكسيون. ولكن اللي مهم في الديفراكسيون وهو ماشي تغير لاسبي او لا ستركتور ديال اللون، وانما الموجه كتولي كتنتشر في جميع الاتجاهات اوكي، يعني ما كتبقاش كتنتشر لنا غير في واحد الاتجاه اللي كتحدو لوفورتور اوكي. دونك نذكر ان مثلا هذا هو الحاجز في هذه الفتحه هذه اوكي، فاذا كانت مثلا الموجه دائريه كتوصلنا لهنايا اوكي، فلما كانت لا ديفراكسيون صافي دير العرض ديال هذه الفتحه هذه كيكون كبير، وبالتالي هذه الموجه يعني كتعبر هذا الحاجز، ولكن الوسط ديال الانتشار كيبقى محدود، يعني كتنتشر ليا غير في هذا الجزء هذا من الوسط الانتشار، هذا ما كتنتشرش فيه اوكي. دونك هنا ما تعرضش لظاهره الحيود، بينما اذا صغرنا العرض ديال الفتحه اوكي في هذه الحاله شنو غادي نلاحظوا؟ بان الموجه غادي تعبر لنا الحاجز اوكي، إل فاترافيرسي لوبستاكل، وغادي تنتشر ليا في جميع الاتجاهات المتاحه. دونك هنا فين كتجلى ظاهره الحيود اوكي. اما اذا كانت عندي موجه مستقيميه ففي نفس الوقت كتنتشر ليا في جميع الاتجاهات وكتغير سا ستركتور، يعني البنيه ديالها كتولي موجه دائريه بعد ما كتكون موجه مستقيميه. اذا هذه الموجه كنسميها موجه اوند ديفراكتي اوكي، وهاد الفسحه اوكي سو كومبورت، يعني كتصرف بحال واحد منبع ثانوي صافي دير ان سوغ سكوندير، حيت كيجيب لنا الله او كنعتقدوا باللي الموجه راه كتولد لنا من هذه الفتحه، علما ان يعني الاصل او لا سورس دو لون سو تخوف ايسي. دونك هذا تذكير فقط بالظاهره ديال الديفراكسيون. ونزيد نضيف بان كنا شفنا بان يعني الموجه ما كتغيرش السرعه ديالها وطول الموجه، كتحتفظ بالسرعه وطول الموجه. دابا نوليو التجربه ديال حيود الضوء بالنسبه باش نثبتوا باللي الضوء راه اون اوند لومينوز اكزاكتومون اون اوند الكترومغنيتيك ني با اون اوند ميكانيك. الوغ دونك هاد ظاهره الحيود او لا بالعربيه كنسميوها الحيود، يعني الفينومين دو ديفراكسيون، كيفاش كنجزو؟ اولا كنجيبوا واحد لا سورس اللي كتعطي لنا واحد الضوء لايزر. لايزر دونك شنو هو؟ هو واحد الضوء اللي كيكون عنده واحد القدره واحد لابيسونس كبيره اوكي، وكينتشر ليا في واحد الحزمه دقيقه جدا. دونك عندي هنا لا سورس ليزر، وهنا غادي نوضع واحد الحجاب يعني ان ديافراغ. هذا الحجاب اللي نوضعو هنايا الا كانت الفتحه ديالو كبيره اوكي، دونك الليزر كيجتاز الفسحه ولكن كيبقى محافظ على لا بروباغاسيون ريكسيلين دو لا لوميير، يعني كي ريسبكت لا بروباغاسيون ريكسيلين دو لا لوميير، وكنحصل على واحد الشاشه اللي كتكون كتواجد لي على واحد المسافه من هاد الديافراغم اوكي، على واحد البقعه ضوئيه
اللي عندها الابعاد ديال الحزمه الضوئيه. اوكي صافي دير القطر ديال هذه البقعه الضوئيه هو القطر ديال الحزمه الضوئيه صافي دير لو فيسو دو لايزر. اذا هنا ما وقعتليش ظاهره الحيود، ولكن اذا صغرنا هذه الفسحه ديال الحجاب اوكي، وحنا نعتبروا باللي عندي هنايا شق يعني واحد لا فونت اوكي، فونت يعني بحال هكذا فونت فوالا هذه اون فونت. دونك الى صغرنا العرض ديال الشق غادي نحصلوا على واحد مجموعه ديال البقع الضوئيه اوكي. دونك غادي نحاول نرسم واحد الرسم ثلاثي الابعاد ولكن في المستوى اذا كنسميوه تمثيل منظوري اوكي فوالا. الوغ كنحصلوا على واحد المجموعه ديال البقع اذا كتكون هذه البقع الينيي صافي دير كتواجد لنا في استقامه واحده، وهذه الاستقامه كتكون متعامده مع الاتجاه لا ديريكسيون انيسيال ديال لا لوميير، يعني هذه لا ديريكسيون انيسيال ديال لا لوميير اوكي. دونك حنا كنحصلوا على واحد الاستقامه ديال هاد، دونك غادي نرسم واحد الاتجاه اللي كيكون متعامد اوكي، هو افقي ومتعامد مع الاتجاه ديال الطو اوكي. دونك كنحصل هنا على بقعه في الوسط، كتكون عندي واحد البقعه ضوئيه كبيره يعني لا رجل ديالها كيكون كبير، ومتبوعه ببقع ضوئيه قد ما بعدنا على البقعه الاصليه، والقطر ديال هاد البقعه كيصغر اوكي فوالا فوالا اي فوالا. وبين بقعه او بقعه اوكي كاين عندنا بقعة مظلمة اللي كنسميوها اون فرونسي بي اكستانكسيون، اكستانكسيون يعني انطفاءات اذا بغينا ندرجوها او نقلبوها اللغة العربية. الور هادو دونك سو سون دي طاش لومينوز، طاش لومينوز وهاد لا طاش سونترال هي الاكبرهم اوكي. دونك هنا غير في هاد التجربه اللي درت لكم على هنايا اوكي، هاد التجربه اكيد غادي تشوفوها في القسم، وغادي ننشر لكم واحد الصوره اوكي مصحوبه بهذا الفيديو باش تشوفوا الشكل اللي كنحصلوا عليه. اذا هاد التجربه حنا ما غاديش نركزوا عليها دابا مزيان، حتى من بعد ونركزوا عليها باش نشوفوا شنو يمكن لنا نستافدوا من هاد التجربه هادي اوكي. حيت دابا حنا التجربه هادي غير باش نبينوا باللي الدوره سيتون اون. الوغ دونك اذا كانت هاد 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 الفتحه راسيه صافي دير فيرتيكال اوكي، هاد هاد لي طاش هادو كيكونوا اليني اوريزونتالمون. اما اذا كانت هاد لوفيرتور او هاد لا فونت باردون كتكون يعني اوريزونتال اوكي، لالينيومون كيكون فيرتيكال اوكي. دونك حنا شنو كيهمنا من هادشي كله؟ اول حاجه اللي كنلاحظوا وهو ان يعني الضوء ملي نعبر هاد لا فونت اوكي ما احترمش لا بروباغاسيون ريكسيلين دو لا لوم، يعني ما احترمش مبدا ديال الانتقال المستقيمي للضوء، لم يحترم بل ولا كي يعني كي الاتجاه فاش كينتشر تغير، ما بقاش غير اتجاه واحد والا الضوء ولا كينتشر ليه بزاف ديال الاتجاهات. اذا هذا كيذكرنا بظاهره الحيود صافي دير لو فينومين دو ديفراكسيون اللي كيتعرضوا ليه لي زون ميكانيك. اذا التجربه هذه كتسمح لنا باش نفهموا باللي الضوء راه عنده واحد لاسبي اونديلاتوار، صافي عنده واحد واحد مظهر موجي اوكي، ولكن ليس ماشي موجه ميكانيكيه اوكي بل موجه كهرومغناطيسيه. وغادي نفهموا بالضبط شنو المفهوم ديال الموجه كهرومغناطيسيه ملي نهضروا على لا بيرسيرباسيون، حيت عرفنا لي زوند ميكانيك بان اون اون شنو هي انتشار ديال واحد لا بيرسيرباسيون يعني واحد التشوه اللي كيصيب يعني وسط الانتشار اوكي. وهذا التشوه في الميكانيك او في الموجات الميكانيكيه هو تغير ديال الخواص الميكانيكيه لوسط الانتشار اوكي. دونك نعقلوا على هذه باش نفهموا شنو كنقصدوا بموجه اون اون الكترومانيتيك. الو دونك هاد ليكسبيريونس دونك هذه سي دونك سي لو فينومين دو ديفراكسيون اوكي. دونك هنا يمكننا نكتبوا اون بوتي تيتر ديفراكسيون دو لا لوميير
ما غاديش نبقى نكتب بزاف باش ما نضيعش الوقت. اوكي دونك نتوما اكيد راه عندكم الدرس مكتوب، دابا حاولوا تفهموا يعني بالنسبه للتلاميذ اللي ما فهموش مزيان الدرس او اللي بغاو يزيدوا يفهموه. اوكي غيتبع معايا. بالنسبه للملخص دونك راه موجود بارتو في ما فيش غتلقاو الملخص. دونك هاد ليكسبيريونس هادي اوكي ايل بروف يعني كتاكد لنا او لا كتبين بروف كو لا لوميير est une onde, donc c'est pas mécanique, mais onde électromagnétique. Ok. Et nous allons faire d'abord là, onde électromagnétique et non pas mécanique. Tout d'abord, quand nous avons bien là les ondes mécaniques, parce qu'il ne s'agit pas de la loi ça qui est une mède. Mais il ne s'agit pas de la loi mécanique, il ne s'agit pas de la loi mécanique, il ne s'agit pas de la lumière, il se propage dans le vide. Ok. Parce que la lumière qui vient de les étoiles, mais sous cela, on n'aura que deux le vide. Et mobile les étoiles ou mobile le kawakib, on aura le vide. Ok. Donc, là, le frac, l'ouvre mobile la lumière ou aussi les ondes mécaniques. Ok. Donc, ou les ondes électromagnétiques, ça va qui, ils s'achèvent neuf le vide. Ok. حيت مثلا بالنسبه للسوند سباسيال اللي وصلوا مثلا كوكب مارس اوكي او لا التلسكوب هابل كيرسل لنا دي زيماج من الفضاء حيت كاين غير الفضاء وكيرسل لنا على شكل موجات كهرومغناطيسيه. اوكي دونك الضوء اكيد ما غاديش يكون ميكانيكيه ولكن غادي يكون موجه كهرومغناطيسيه. اوكي دونك شنو هو المفهوم ديال الموجه كهرومغناطيسيه؟ هادشي اللي غادي نتكلموا عليه دابا. اوند الكترومغناطيسي سا في دير كوا؟ سا في دير كو اولا نهضروا على لا بيرتورباسيون. دونك فهمنا لا بيرتورباسيون ملي كتكون ميكانيك بلي سي تي موديفيكاسيون ديال لي بروبريتي ميكانيك. بيرتورباسيون اي دو ناتور الكترومغناطيسيك سي با بيرتورباسيون ميكانيك، يعني الطبيعه ديال لا بيرتورباسيون اللي كينتجها لا لوميير او اللي كينتجها لا بروباغاسيون ديال لا لوميير هي واحد لا بيرتورباسيون الكترو magnétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les propriétés électriques et magnétiques du milieu changent. Mniki, il ne s'achète la lumière, il voit ça. Ok? Donc, si nous avons des propriétés mécaniques, ce qui est des propriétés électromagnétiques, c'est de l'eau. D'eau, ou c'est fait à l'onde électromagnétique, est dû à la propagation de deux champs. Un champ électrique et un champ magnétique. Le champ électrique ou le champ magnétique, donc ce qui est le deuxième, ce qui est le deuxième, c'est que la source, il y a une membrane de l'eau, ou la de l'onde électromagnétique. On va dire, vous avez un peu de temps, Kifa, c'est le mède, ou la dora qui est le mède. Même chose pour les ondes électromagnétiques. La source d'une, qu'est-ce qu'on fait le mède? اوكي واحد فهم هذا الشيء في الدرس الاخير من المقرر في الفيزياء. الوغ دونك الا خديت مثلا لا ديريكسيون دو بروباغاسيون ها هي كتنتمي مثلا للسبوره ديال لا لوميير هذه لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. دونك لو شون الكتريك اي لو شون الكترومانيتيك كي سو بروباج كيكونوا دائما متعامدين مع لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. Bon, il a dit par exemple le champ électrique E. Il E, Karamzouli, Bad Harf E, ok, yani, le champ électrique Karamzouli E. Bon, Kin Tlamd, Limtsbaini, ou la Kin, ma Sbakadam, je crois le champ électrique, le champ électrique, qui est connu à Dars, les élèves, les Kanoudérines, première bac sciences mathématiques. إذن باش ما يبقاش عندهم غموض وما يشوشلهمش هاد لو شون إلكتريك على الفهم. أوكي شنو هو لو شون إلكتريك؟ لو شون إلكتريك دونك فوقاش كيتحدث أو لا شكون اللي كيحدثوا لنا وهي إن شارج إلكتريك. يعني خديت واحد لو كور فيه في 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 إن شارج إلكتريك نو نيجاتيف. أوكي باغ إكزومبل عندي واحد لا شارج إلكتريك سيبوزون بلي فيها واحد لا شارج بوزيتيف. ألور إين فوا كنحط هاد لا شارج إلكتريك في ليسباس يعني هاد لونتوراج ديالها المحيط ديال هاد لاشارج هذا سي بروبريتي الكتريك كيتغيروا. علاش؟ نتيجه
لظهور واحد لو شون الكتريك في جميع النقاط المحيطه بهذا لا شارج الكتريك. اوكي مثلا خديت واحد النقطه هنا باغ اكزومبل سميوها ان. اوكي الوغ هاد لا شارج الكتريك في هاد لو بوين ان الكري كتولد كتنتج واحد لو شون الكتريك. هاد لو شون الكتريك لا ديريكسيون ديالو اوكي كتكون هي لا ديريكسيون اللي كتربط ليها ان سوا ديزون بلو سونتر ديال لا شارج. فوالا لا ديريكسيون لو سونس ديال هاد لو شون الكتريك هو سي ان فيكتور. دونك في هاد الحاله كنسميوه سي ان شون سونتريفيج صافي دير بحال اللي كيهرب او كينبد من لا شارج. دونك لو سونس ديالو غادي يكون دو سو كوتي لا اوكي يعني في هاد الجهه. الوغ بويسك هادي لا ديريكسيون دونك كنبلو هاد لو شون الكتريك بهاد لا فليش هادي. دونك فوالا لو شون الكتروستاتيك. اوكي الوغ شنو بقات لنا؟ بقى لنا الموديل ديالو. دونك حنا عرفنا لا ديريكسيون وعرفنا لو سونس. دابا بقى ليا لا لو موديل. اوكي صافي دير لا نورم ديال هاد لو شون. لا نورم دي شون عندها علاقه باش عندها علاقه بلا شارج الكتريك يعني لا فالور ديالها نسميوها باغ اكزومبل بي. وعندها علاقه بلا ديستونس كي سيبار لو بوان ام دو سونتر دو لا شارج. اوكي دونك سيبوزيو بلي هاد لا شارج هادي عندها واحد التوزيع كروي يعني اون ريبارتيون سفيريك دو ليكتريسيتي صافي دير هاد الكهرباء موزع عليها بشكل منتظم. دونك غادي يكون لو سونتر هنا هو اللي كي يعني لا ديستونس ما بين هاد لو سونتر و لو بوان ام. فوالا دونك هذا لو سونتر. اوكي الوغ يعني ما حد كي كتكبر لانتونسيتي غادي تكبر بيان سور وما حد دي كتكبر لانتونسيتي كتصغر. اوكي بحيث ان هاد لانتونسيتي تتناسب عكسيا مع المربع ديال هاد المسافه هادي صافي دير كو لانتونسيتي ou bien le module de E est inversement proportionnel à la distance d au carré. Ou bien, le champ E, son intensité, c'est quoi? Ou bien, son module. Alors, c'est واحد. La constante, il y a qui traduit, il y a les propriétés électriques du milieu. Ok, واش هذا مثلا حديد او لا ماء او لا اير. اوكي الوغ هاد لا كونستانت هادي كتميز لي بروبريتي الكتريك ديال لو ميليو. اوكي كنسميوها تو سامبلومون لا بيرميتيفيتي يعني السماحيه. اوكي بالعربيه السماحيه ديال الوسط لا بيرميتيفيتي. اوكي دونك غادي نرمزوا ليها مثلا بالفا ما تهمناش انا كيهمني غير تفهموا بالضبط هذا شنو هو باش ما يشوشكمش على الفهم ديالكم الدرس اللي رحنا بصدده. اذا الفا مضروب فاش في لا شارج كي حيت لا شارج كي بوزيتيف على دي او كاري تو سامبلومون. دونك هذا هو القيمه ديال او. دونك الا بغينا نشوفوا سون يونيتي اوكي دونك لونيتي ديال او وهي فولت بار متر متر موانز هذه هي لونيتي ديال او فولت بار متر. اوكي بون في الحاله الا كانت لا شارج نيجاتيف اوكي لا شارج نيجاتيف. اوكي دونك شنو غادي يتغير؟ غادي يتغير فقط المنحه ديال كيبقى عندنا نفس الاتجاه دونك نفس الانتونسيتي الا كانت هاد لا شارج نيجاتيف كتساوي لا شارج بوزيتيف اون فالور ابسولي بيان سور. اوكي كيتغير غير منحه عوض ما او كيكون سونتريفيوج كيولي سونتريبيت يعني كيولي موجه نحو الشحنه وغادي يولي لنا في هذا الاتجاه هذا. اوكي دونك هنا ملي كتكون كي بوزيتيف وهنا ملي كتكون كي نيجاتيف. بون نتمنى اللبس يكون تحيد بالنسبه للتلاميذ اللي ما سبق لهمش قراو لو شون الكتريك او بيان لو شون الكتروستاتيك. فوالا دونك نكملوا على الموضوع ديالنا. قلنا باللي لوند الكترومانيتيك او لا لوميير سي لا بروباغ. دونك حتى لوند الكترومانيتيك زعما كنهضروا بصفه عامه حتى بالنسبه لي زون الكترومانيتيك. الوغ دونك سي لا برو يعني انتشار ديال واحد لو شون او كي بيربونديكولير ا لا ديريكسيون دو بروباغاسيون اي ان شون مانيتيك
Alors donc راكم كلكم قريتوا لو شون مانيتيك اللي كي بيربونديكولير على ديريكسيون دو بروباغاسيون اي او ميم طون بيربونديكولير على او يعني لو شون بي و او متعامدين و او بي متعامدين مع لا ديريكسيون دو بروباغاسيون الوغ دونك الى مادمت انني مثلت لو شون او في لو بلون ديال لو طابلو دونك بي غادي تكون بحال هاد الشكل بحال هاد الماركور اوكي يعني لا ديريكسيون ديالها اذا حنا غادي نمثلوها بهاد الكيفيه هادي دونك هادي عندنا هي بي اوكي دونك ها حنا قلنا بلي لو شون او سي لا بروباغاسيون دو او اي بي الوغ كومون او اي بي forme une ou bien ont une ou bien perturbe les propriétés électriques et magnétiques dans le milieu. Alors had E B ne sont pas constants, ils sont variables. Ça veut dire que leur direction, leur sens et leur module varient au cours du temps. Yani à chaque instant E varie et B varie. Ok, ça veut dire anna had E hadi raha en intensité kat sghar ou kat kbar. Ok. وفي نفس الوقت كدور على لو شون يعني خدينا غير هاد البوان بقينا غير في هاد لو بوان لان ملي كيكون الضوء كينتشر راه في اون تو بوان ديال ليسباس كاين عندي هاد لو شون او لو شون بي لان لوند الكترومانيتيك سو بروباج بحال بحال لو شون اي سو بروباج دون توت لي ديريكسيون بوسيبل او بيان ديسبونيبل يعني كتنتشر ليا في جميع الاتجاهات المتاحه وبالتالي هاد او وبي راهم كيتغيروا خلال الزمن دونك الا كنا غير في هاد النقطه بالنسبه لو دونك راه كدور كتحرك حول هاد لا ديريكسيون دو بروباغاسيون ونفس الوقت بي بي راه كتغير اوكي وكتحرك يعني كيتغيروا كاع لي بروبريتي ديالها ولكن ديما كتبقى او بي متعامدين يعني الا او ولات لهنا دونك بي الا ولات او بلاص بي بي غادي تولي لنا لتحت وهكذا دوالي اوكي دونك هذا هو المفهوم ديال لا بيرتورباسيون اوكي لا بيرتورباسيون شنو هي وهي لا فارياسيون يعني التغيرات ديال لو فيكتور شون الكتريك اي لو فيكتور شون مانيتيك اوكي بون دونك احنا شرحنا دابا لا لوميير بلي راه اون اوند على حساب التجربه هذه وان ميم طون شرحنا علاش هو سي اون اوند الكترومانيتيك فوالا دونك ننتقلوا دابا فقرا جوج بروبريتي de la lumière ou là d'une onde lumineuse et je vais ajouter le terme monochromatique voilà je vais tout de suite je vais dire monochromatique onde lumineuse monochromatique alors donc je vais vous dire comme مونوكروماتيك او بيان لا لوميير مونوكروماتيك دونك كلكم كتلاحظوا باللي مثلا ملي كيكون شويه ديال الغيام والشمس غير محجبه كتلاحظوا باللي كيظهر لنا قوس قزح الوغ دونك هذاك قوس قزح شنو هو المصدر ديالو هو الضوء اللي كتعطيه لنا الشمس اللي كيجي من الشمس كيكون بيض ملي كيتعرض في الطريق يعني في المسار ديالو القطرات ديال الماء كتكون صغيره دونك يعطي لنا هاد الالوان اللي كنشوفوها كتندرج من الاحمر حتى البنفسجي اوكي دونك هنا كنقولوا بان الضوء ديال الشمس او الضوء ديال هاد لامب اللي راه كتضوي لنا الحجره كيعطي لنا واحد الضوء بوليكروماتيك يعني متعدد الالوان اوكي واي دونك داك الاضواء اللي كنحصلوا عليها في قوس قزح كنسميوها دي لوميير مونوكروماتيك يعني احاديه اللون دونك الضوء مونوكروماتيك يعني ضوء احادي اللون في غير لون واحد بحال مثلا الليزر كيعطي لنا ضوء احادي اللون بحال مثلا هذا المصباح كيعطي لنا ضوء متعدد الالوان صافي ديك كيعطي لنا واحد لوميير بولي كروماتيك اوكي دونك حنا باش غادي نعرفوا باللي الضوء مونوكروماتيك من خلال ان بريزم دونك ان بريزم العربيه كنسميه منشور دونك شنو هو المنشور المنشور هو واحد الوسط ترونسبارون و هوموجين يعني شفاف ومتجانس ليميتي بار دو سيرفاس بلان اوكي اللي كيتلاقاو في واحد لا دروات كيتسمى اريت دو بريزم اوكي اريت دو بريزم دونك الا بغينا نرسموا هاد البريزم في السبوره اوكي دونك فوالا الور لا بروميير سيرفاس الوغ حنا غادي ناخذ هاد لا سيرفاس هادي كاينه قدام السبوره بحال هاد الشكل هادي لا سيرفاس الاولى
ولا سيرفاس الجوجة كاينة في مور الصبورة. اوكي دونك غادي نتلا هنايا بخطوط مسقطعة فوالا. دونك هنا كتبان لنا هادي اوكي، ومن بعد كنجمع هذا اوكي، وكنجمع هذا اوكي. هذا دونك غادي يكون بخطوط متقطعة، حيت هذا كاين هذا الخط اللي هنا قطعته راه كاين مور المستوى ديال الصبور. هذا دونك ها هو هذا اللي كيبان لنا اوكي، وهذا ايضا ما غاديش يبان. دونك هذا هو اللي بغينا نقولوا ان بريزم او لا موشور. دونك حنا هذا الموشور هذا دونك يكون داير بحال هذا الشكل اوكي فوالا، هذا هو البريزم اوكي. ها هو السطح الاول، السطح الجوج كيتلاقاو لنا في هذا الخط هذا، هذا كيتسمى اغيت دو بريزم اوكي. دونك الا شدينا واحد الضوء اوكي وسلطنا على واحد السطح من هاد الاسطوحين بجوج اوكي، سواء مثلا هذا هو السطح الضوء نزل واحد الشعاع ضوئي او لا واحد الحزمه ضوئيه رقيقه نزلت ليا هنايا في هذا السطح، دونك غادي نتلا شي في السبوره، دونك غادي ناخذ واحد المقطع من هذا البريزم هذا هو هذا فوالا اوكي. هذا سطح وهذا سطح، دونك هنا واحد الشعاع ضوئي ان ريون ليمينو وصل لهنايا لهاد النقطه اوكي. الوغ هاد الشعاع الضوئي غادي يتعرض لدو ريفراكسيون، حيت ان هنايا دو ميليو عندي هنا لير، وهنا هاد المنشور هذا هاد الوسط ديالو غالبا كيكون سوا اون بليكسي كلاس او بيان اون فير، يعني بزاف. الوغ عندي هنا لو فير، دونك هذا لو ميليو ان وهذا لو ميليو دو. هاد لو ميليو دو هو اللي ليميتي بار هاد لي دو سيرفاس. دونك هاد لو ريون ليمينو ملي كيوصل لهنايا غادي يتعرض لواحد لا بروميير ريفراكسيون اوكي، يعني غادي يغير الاتجاه ديالو، ما يبقاش محافظ على المبدا ديال الانتشار المستقيم للضوء، غادي يغير الاتجاه منين يوصل لهنايا باريزومبل يل فا سوبير اون اوتر ريفراكسيون. علاش؟ حيت غادي ينتقل من وسط لوسط اخر اوكي فوالا. الوغ دونك الى لقينا بان هذا الشعاع هذا فقط غير غير الاتجاه ديال الانتقال ديالو سون كيل سوبي سكون ابيل ديفراكسيون، يعني بلا ما منين يخرج منا يبقى ينتشر بزاف ديال الاتجاهات. دونك هاد لا لومير كنسميه مونوكروماتيك تو سامبلومون اوكي. يعني نعاود، هاد الشعاع الا كان مونوكروماتيك صافي دير احادي اللون، منين غادي لوغسكيل فا ترافيرسي منين غادي يعبر المنشور يلفا اونيكمون شونجي، يعني غادي يبدل غير المنحة ديال اتجاه الانتشار، ولكن ما غاديش يتعرض لظاهرة لا ديفراكسيون. ومن هنا من دونك بهاد الجهبة غادي نعرفوا شكون شنو هو اون اوند ليمينوز مونوكروماتيك. دونك تو سامبلومون اون اوند يعني واحد الموجة مونوكروماتيك ضوئية مونوكروماتيك، هي الموجة اللي ملي كتجاوز او تجتاز المنشور صافي ديال لو بريزم ne suivit pas le phénomène de diffraction. Là, ça s'arrête les dahira de diffraction. Donc, amma il a s'arrête les dahira de diffraction, fa ma rishi kun andi do uhadi l'on, ça veut dire واحد الضوء مونوكروماتيك. مثلا الى مثلا هنا سلطنا واحد الضوء باغ اكزومبل ديال هذا المصباح او ديال الشمس، واحد الشعاع ضوئي اوكي، فمني غادي يعبر ليا المنشور غادي نحصل على هاد ان هاد الشعاع اللي غادي يخرج منا غادي يتعرض سكون لابيل لا ديفراكسيون، وغادي نحصل على عده اشعه ضوئيه، يعني واحد الحزمه ضوئيه اللي كتختلف في 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 لا جيومتري او لا في الابعاد ديالها على الشعاع الاصلي اوكي. وهنا كنحصلوا على واحد البقعه ضوئيه، لا درنا لها واحد الشاشه اوكي، بقعه ضوئيه فيها بزاف ديال الالوان بحال الالوان ديال قوس قزح، لان هذا الضوء ما غاديش نسميوه بتاتا اوند ليمينوز مونوكروماتيك اوكي. دونك فوالا دونك اوند اوند ليمينوز مونوكروماتيك دونك ne subit pas diffraction à la traversée d'un prisme. بعدا عرفنا شنو هي لوند مونوكروماتيك، دابا نعطيو بروبريتي. الوغ لوند لومينوز مونوكروماتيك سي اون اوند ترانسفيرسال اوكي. دونك ترانسفيرسال، علاش ترانسفيرسال؟ لاحظنا قبيلات باللي عندي لو شون الكتريك او وعندي هنا لو شون بي او
بي وعندي هنايا لا ديريكسيون دو بروباغاسيون الوغ قلنا باللي او و بي فاري دونك سي لا بيرتورباسيون دونك لا ديريكسيون دو لا بيرتورباسيون سا فو دير هاد بي و او فاري tout en restant perpendiculaire à la direction de propagation. C'est pour cela que l'onde lumineuse monochromatique est une onde transversale. Et en plus, elle est sinusoïdale. Alors, elle est sinusoïdale, tout simplement, les variables E ou B varient selon une fonction, selon des variations sinusoïdales. Il y a la fonction sinusoïdale, il y a le cas-actar, تغير لا ديال E ولا ديال B. دونك الحاجة الثالثة وهي أن لا فريكونس حيت بويسك سيتي أوند سينيزويدال دونك إلي بيريوديك دونك عندها واحد لا فريكونس. ألور لا فريكونس عادة بالنسبة لا لومير كنرمزو ليها بالحرف الإغريقي اللي هو نو نو. دونك نو هي لا فريكونس. هاد لا فريكونس شكون اللي كيفرضها؟ ماشي لو ميليو دو بروباغاسيون وإنما لا سورس كي créer l'onde, il y a le casse nu. Donc nu est imposé par la source. La vitesse de propagation. Alors la vitesse de propagation, elle dépend du milieu. La vitesse de propagation, non pas de la lumière monochromatique, mais de toute la lumière, dépend du milieu de propagation. Bon, maintenant on va parler de la vitesse de propagation. Bon, dans le vide, ça veut dire un milieu immatériel, dans le vide, la vitesse de propagation de la lumière, c'est une constante universelle. Ça veut dire quoi universelle? Ça veut dire que dans tout l'univers, la vitesse de la lumière n'est pas relativiste. Il y a la vitesse de la lumière, mais qu'est-ce que tu as? النسبيه ديال السرعه كما الاجسام الماديه احنا كنعرفوا بان الاجسام الماديه السرعه ديالها نسبيه اذا مثلا بغيت انا نحدد السرعه ديالي خصني نحدد اولا الريفيرونسييل بار اكزومبل ما فيتاس اونيو بارابور ا لا تير بارابور او مور مي ان ني با نول بارابور او سولي او بيان بالنسبه لواحد الطوبيس او 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 سياره كتحرك طوندي كو لا لوميير لا فيتاس ديالو يعني كما كان هذا لو ريفيرونسييل اللي خسريناه سواء غادي يكون اوروبو او اللي يكون او موفمون توجور ملي كنعبروا لا فيتاس ديال لا كنلقاوها هي هي يعني مثلا الا كانت عندي واحد لا لوم بار اكزومبل اللي كتعطي لنا واحد لا لوميير اوكي دونك لا فيتاس ديال السرعه ديال الضوء اللي كتخرج من لا لوم كتبقى هي هي واخا هاد لا لومب تكون كتحرك او لا تكون اوروبو اوكي وشحال ما كانت السرعه ديالها اوكي الوغ دونك هاد دون لو فيد نبداو بلو فيد دون لو فيد الوغ لا فيتاس دو لا لوميير سي ا بو بري تقريبا كتساوي 300000 كيلومتر بار سكوند سافو دير 300 مليون متر بار سكوند يعني 3 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. Et j'ai dit que c'est une constante universelle. Ok? Yani indépendante à de la vitesse. Sak la la, le référentiel, fin qu'on apprend à de la vitesse. Qui m'a pris pour le référentiel, on dit le kadima, nufs la vitesse. D'abord, il a ma kanch anne le vide. Ça veut dire dans un milieu matériel. الوغ لا فيتاس كنرمزو ليها ب في اوكي دونك هاد لا فيتاس الي انفيريور ا الصفر صافي دير هاد لا فيتاس د لا لوميير سي تون فيت دون لو فيد هي واحد 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 لا فيتاس ليميت يعني هي الحد ما يمكنش اي جسم كيما بغا يكون من غير الضوء اللي تكون عنده هاد السرعه هادي في الفراغ اوكي الا كان الوسط مادي السرعه ديال الضوء كتنقص Ok, donc V est la vitesse de la lumière dans ce milieu matériel. Alors, V, la vitesse dans un milieu matériel,
ايغال ا سي دون لا فيتاس في الفراغ سي ديفيزي بار ان سي كوا ان ان هو لانديس دو ريفراكسيون دو ميليو يعني كل ميليو عنده انديس دو ريفراكسيون ديالو اوكي Et elle est sans unité, pourquoi? Parce que C et V ont même unité, donc N est sans unité. Alors donc, revenons à la loi de Descartes, les Descartes BF, l'ouldirtas. Donc la loi de Descartes, donc Descartes, donc on a bien si on a deux milieux, ok, ça veut dire ici j'ai un milieu d'indice de réfraction N1. Il a un milieu d'indice de réfraction N2. Alors, on a ici le rayon incident qui forme un angle, soi-disant I1, avec la normale. Et lorsque ce rayon, le rayon il casse, ok, qui est le cool, l'angle se met au I2, mais la normale. دونك لا لوا دي ديكارت اللي هضرنا عليها في الاول ديال الدرس قلنا بان الى شدينا السينوس سا فو دير لا فيتاس ديال هذا الميليو نسميوه في 2 ولا فيتاس دو بروباغاسيون ديال لا لوميير في هذا الميليو نسميوه في 1 لقينا بان العلاقه اللي كنثبتوها تجريبيا وهي ان في 2 سينوس اي 2 باردون اي 1 ايغال في 1 sinus I2. Ok, donc voilà, alors on a la relation qui se rapporte entre la vitesse de la lumière dans un milieu et la vitesse de la lumière dans le vide. Simple, ok. Et on a, V2, C sur N2, ou V1, هو C sur N1 غادي نعوض هاد V2 V1 هنا شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى بأن باردون C اوكي دونك C sur N2 fois sinus I1 égal à C sur N1 fois sinus I2 جو غادي نختزل بهاد السي هادي منا ومنا شنو يبقى ليا دونك عندي سينوس اي 1 سور ان 2 كتساوي لنا سينوس اي 2 سور ان 1 جو غادي نضرب ان 1 في هاد سينوس اي 1 تعطي ليا ان 1 سينوس اي 1 ايكال ان 2 سينوس اي 2 دونك هنا لقينا لا غولاسيون او بيان لا لوا ديال ديكارت بواحد الصيغه اخرى اللي فيها لي زانديس دو ريفراكسيون